هذا والأمر يطرد في مسألة أذكار المساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. هل تقول المرأة خلقتني وأنا أمتك؟ وكذا في حديثي في حديث آخر وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك. هل تقول المرأة اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك؟ هذا الأظهر والله أعلم.